كابتن يوم مستوى المنتخب لم يكن مستوى الطموح، يمكن ضمان التأهل خلى أريحية لدى اللاعبين؟ لا ماكو شيء، الحمد لله وشكر قدموا اللاعبين ما عليهم اليوم في المباراة. تعرف بداية المباراة كان طرد، لعبنا بنقص لاعب طيلة المباراة، قدمنا ما علينا الحمد لله وشكر، راضين على مستوانا احنا. ان شاء الله في قادم المباراة نقدم مستوى يليق بسمات الكرة العراقية ان شاء الله. مرحلة المجموعات هو مهم، لكن الاهم هو الوصول، تجاوز مرحلة نصف النهائي والوصول للنهائي. ان شاء الله احنا عازمين على تحقيق هذه البطولة، وكل اللاعبين جاهزين للمباراة القادمة ان شاء الله. كل التوفيق حبيبي، شكرا.